إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل جديد في قناة عملة أعرف الكذبة. اليوم اخترنا عملة، أو أنتم الذين اخترتم وأنا فقط أجبت على أسئلتكم وعلى تعليقاتكم. اخترنا عملة الباينانس BNB. ولكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، فيها نضع آخر العروض، هذا هو الرابط أضع لكم في الوصف التعليقات. وتعرفون العرض ودورة تمسح دورة واحدة، تحليل موجي والبرايس أكشن. فقط انتبهوا، هذه الدورة ليست فقط، أنت لا تشتري فقط فيديوهات مسجلة 34 فيديو، لا، أنت تشتري كذلك متابعة يومية مني. يعني عندما يكون لديك مشكل أو سؤال نقوم بإجابة عن أسئلتك، أنا الذي أجاوب مباشرة. بالتالي انتبه، أنت لا تشتري فقط فيديوهات، أنت تشتري متابعة يومية معي. وتحليل موجي وصعب، ليس سهل، بالتالي تحتاج إلى متابعة. الفيديوهات لوحدها لن تنفعك أخي الكريم، أوكي؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، في بعض الأحيان عندما تتاح لي الفرصة نقوم بحصص مباشرة للإجابة عن كل مشاكلكم، عن كل أسئلتكم، أقصد الإخوة الذين يعني يدخلون معي في دورة تدريبية، أوكي؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، أدعوكم إلى الذهاب إلى الموقع bprowavetrader.com، به تجدون بعض الكتب، أريدكم أن تحملوها مجانا، اضغط على ابدأ الآن مجانا، ضع إيميلك الخاص وقم بتحميلي على الأقل الدليل الأساسي للشموع اليابانية. تحذير، التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك ما نقوم به في القناة هو دمغزة تثقيفي وتعليمي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت مسؤول مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم لا يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. طيب، عملة اليوم هي عملة الباينانس ورمزها هو BNB USDT. جميل. انتبهوا أصدقائي، أنا أحلل لكم دائما، أحاول أن أحلل على المدى الطويل، على المدى المتوسط والطويل، وأعطيكم جميع السيناريوهات التي أتوقع. ما أطلبه منكم، أنا لا أطلب منك لا أن تدخل في الصفقة، لا أن تشتري ولا أن تبيع. أنا أطلب منك أن تتعلم طريقة التحليل، أن تشاهد وانتظر وشاهد ما الذي سيحدث فقط، لا تشتري ولا تبيع. هذه نصيحة مني، لأنه ليست لديك استراتيجية، بالتالي فقط شاهد بعينك ولاحظ طريقة تحليلنا، وإن أعجبتك مرحبا بك معنا. طيب، أول شيء أسأل نفسي عنه هو أين أنا؟ هل أنا في منطقة مشترين أم في منطقة بائعين؟ لاحظوا، على المدى الطويل، لاحظوا، هذا اتجاه صاعد، قمة على من قمة وقاع على من قاع، إذن هذه منطقة مشتري على المدى الطويل. ولكن لاحظوا، كانت هناك موجة دافعة ثم تصحيح، هذا التصحيح يسمى كونتراكت انفلات، ثم تصحيح ثاني كذلك، هذا الكونتراكت انفلات، هذه العملة الباينانس تحب كونتراكت انفلات، ثم حركة. إذن لدي موجة، إذن لدي ثلاث موجات، الموجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. ما بين الموجة الأولى والثانية كانت هناك زيادة في الزخم، يعني أن المشترين أقوياء، يعني هذا البيج بوي قوي، يعني أي ظهور للبائعين يمكن البحث عن الشراء. لكن في الموجة الثالثة نقص الزخم بين الموجة الثانية والثالثة، نقص الزخم، نقصت القوة، نقصت السرعة بين هذه الموجة وهذه الموجة. بعد ذلك ما الذي وقع؟ وقع ذلك النطاق، ذلك النطاق يعني دخول بيج بوي هنا بائع، يعني دخول بائعين أقوياء، حيثان أقوياء. ما الذي وقع؟ بوم، نزل السعر بقوة. لاحظوا، لقد ضرب كل هذه الموجة. جميل جدا. إذن البائعين، لاحظوا السرعة التي نزل بها السعر، إذن البائعون أقوياء، مما يعني أنني الآن أنا في منطقة بائعين. ما دمت في هذه المنطقة سأبحث دائما عن البيع، لن أبحث عن الشراء. إلى متى؟ إلى أن يتم كسر هذا القاع، إلى أن يرجع السعر ويكسر هذا القاع. لماذا؟ حتى أحصل على ذلك التصحيح الكبير المناسب لهذه الموجة. لاحظ، أنا الآن أحلل بطريقة منطقية حتى أحصل على ذلك التصحيح الكبير الذي قد يكون هنا، يعني إذا جاء السعر هذه المنطقة سيكسر هذا القاع، وسيكون لدي هذه الموجة التصحيحية وهذه الموجة الدافعة، وسأحصل على موجة دافعة أخرى هنا ويعطيني نموذج الراية للصعود. موجة دافعة، موجة دافعة، يعني على المدى الطويل إذا وصل البين بلاد هذه المنطقة فهو للاستثمار. طيب، الآن ما هي السيناريوهات الممكنة في هذا النموذج؟ ما دمت أنا في هذه المنطقة، هناك سيناريوهات عدة ممكنة في هذا النموذج. لاحظوا، أولا هذا بالنسبة لي أنا أراه تصحيح، ليس قوية، ليست موجات دافعة، هي موجات تصحيحية، وهذه الموجات التصحيحية
تعرفون حتى في التصحيح هناك موجة دافعة. إذا أنا أسمي هذه الموجة موجة دافعة، وهذا بالنسبة لي تصحيح. كلما كانت لدي موجة دافعة ثم تصحيح، أتوقع موجة دافعة. إلى أن يثبت العكس، أتوقع. هذا يعني أنني داخل في صفقات بيع، لكن أتوقع. لاحظوا مثلا، أعطيكم أمثلة. لاحظوا هنا موجة دافعة، تصحيح. لاحظوا تصحيح، موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة. تلاحظون؟ إذا موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة. طيب المشكلة لدي أين؟ أين سيصل هذا التصحيح؟ هل سيتوقف هنا؟ هل سيتوقف هنا؟ هل ممكن أن يكسر القمة؟ ممكن أن يكسر القمة. كل هذه احتمالات ممكنة. طيب كل هذه احتمالات ممكنة. إذا سنقوم بوضع القمة حتى نعرف أي سعر، 693 دولار. طيب أول توقع لي هو إذا جاءت عملة البي ان بي وكسرت القمة، بالنسبة لي أنا بنيت هذا التصحيح مكتملة بها. هذه الموجة هي الموجة التصحيحية 1 2 3 رانين فلات، والذي يأتي الموجة هي هذه الموجة. أوكي، جميل جدا. إذا هنا بالنسبة لي هنا هذه البنية مكتملة. إذا من هذه المنطقة أي فرصة للبيع أستطيع البحث عن البيع. متى أستطيع البحث عن البيع؟ إذا كان لدي نقص في زخم هذه الموجة، أولا أريد أن أرى موجات ينقص زخمها، مثل هنا موجة ثم موجة ثم موجة ينقص زخمها، ثم نطاق، ثم كسر بقوة للنطاق، ثم البحث عن الدخول مع البيج بوي. إذا ماذا أريد أن أرى؟ أريد أن أرى، لاحظوا، إذا ذهبنا إلى فريم 4 ساعات حتى نرى تفاصيل هذه الموجة الأخيرة، أريد أن أرى هل لدي نقص في الزخم أم لا. إذا لدي هذه الموجة، ثم تصحيح، ثم هذه الموجة. طيب إذا هنا لازلنا هذه الموجة لازلت لم تكتمل، أريد نقصا في الزخم، أريد أن أرى نقصا في الزخم. لاحظوا هناك دايفرجنس، يعني هناك نقص في الزخم في فريم 4 ساعات، فريم اليومي هنا ليس لدينا، يعني بدأت الدايفرجنس هنا في فريم اليومي. فريم 4 ساعات لدينا دايفرجنس، فريم الساعة كذلك لدينا دايفرجنس، يعني فريم ساعة لا زالت يعني لدينا دايفرجنس هنا في هذه الموجة الأخيرة، لكن ليست لدينا دايفرجنس بين هذه القمة وهذه القمة. طيب إذا تسمى internal divergence. إذا هذه أمور يعني تفاصيل موجودة في كورس تحليل الموج. طيب الآن أول شيء أريد أن أقوم به هو أن أحصر هذه الموجة. لاحظوا هذه موجة واحدة، لأن الترند لاين صحيح. كيف أعرف أن الترند لاين صحيح؟ أقيس هذه الموجة مع هذه الحركة، هل متساويا؟ تقريبا متساويا، بالتالي هذا الترند لاين صحيح 100%. طيب هنا لاحظوا، إذا عاد السعر إلى الترند لاين بطريقة تصحيحية فهذا يعني أن هناك صعود أخير لهذه القمة، لكسر القمة، لكسر قمة 519 دولار حتى تكتمل هذه الموجة التي سيكون بها WXYX مثلا. W هنا X Y X Z وتكتمل هذه البنية. تلاحظون؟ أو أن ينزل السعر بقوة ثم يعطيني تصحيح. إذا نزل السعر بقوة وأعطاني التصحيح هنا، هذا يعني نزول، هذا يعني نزول لكسر هذا القاع 210 دولارات. إذا بالنسبة لي أنا المناطق المهمة حاليا هي مستوى 519 دولار، ومستوى 210 دولارات، ومستوى 693 دولار. إذا صعد السعر من هنا وكسر هذه القمة، دائما منطقة دخولي ستكون، دائما منطقة دخولي ستكون، خليه يصعد، خليه يعطيك موجة دافعة تصحيح أسفل تريند لاين لأنه تريند لاين صحيح، ثم بعد ذلك تبحث عن البيع أو تتوقع أن هناك نزول، لأن التريند لاين ليس دعم ومقاومة، لا، أنا فقط هو يحصر لي هذه الموجة متى تكتمل بنيتها، متى تكتمل بنيتها. طيب هذا السيناريو الذي نريد، الذي هو البحث عن البيع عندما يتم إما كسر هذه القمة أولا ثم موجة دافعة تصحيح، أو إما ينزل من هنا يعطيني موجة دافعة تصحيح للبحث عن البيع. هذا السيناريو الأول.
طيب متى سأقول أنه أوكي ربما هذه عملة البي ان بي ستصعد لهذه القمة؟ متى سأقول ذلك؟ سأقول ذلك عندما تكتمل أولا بنية هذه الموجة، يعني يصعد السعر لهذه المنطقة، يكمل لي بنية هذه الموجة، تكون على شكل دبليو اكس واي اكس زد، وبعد ذلك أريد أن أرى تصحيحا كبيرا هنا هكذا على قدر هذه الموجة حتى يصبح لدي هذا النموذج. وبعد ذلك أستطيع أن أقول أن الباينانس للصعود، لكن انتبهوا عندما يتم كسر القمة هناك احتمال كبير أن يعود السعر ليعطيني هذا النموذج الذي هو رانينج فلات، وهذا النموذج هو صعودي كذلك. لا تنسوا أن القوة على الفريم الكبير هي قوة شرائية، هذه القوة هي قوة بيعية فقط على فريم، لنقل هذه قوة بيعية على فريم اليومي، ولكن هذه قوة بيعية على فريم الشهري والأسبوعي، شرائية على فريم الشهري والأسبوعي، تلاحظون؟ فبالتالي كما قلت إذا حدث هذا الأمر هنا، يمكن البحث عن الصعود لكسر هذه القمة أي 693 دولار، لكن نأخذ أرباحنا لأنه في أي لحظة قد يعود السعر إلى هذه المنطقة يعطيني مثل هذه الموجة هنا، وهذا يسمى رانين فلات. وعندما يعود إلى هذه المناطق أنا لا أدري بالضبط ما هي، قد تكون 350 330 400 لا أدري متى، ولكن أريد عندما يعود السعر بهذه الطريقة أريد أن أرى نقصا في زخم هذه الموجة، أريد أن أرى حركة قوية للأعلى، تصحيح أي موجة دافعة تصحيح، ومن هنا أبحث عن الشراء والاستثمار على المدى الطويل. تلاحظون إذا الآن لدينا نموذجين، لدينا هذا النموذج تذكروا أصدقائي رانين فلات، وأعطيتكم متى سنتأكد منه عندما يحدث هذا التصحيح، ونموذج الثاني الذي قلته وهو لحد الساعة والذي يعني ربما قد يحدث هو يصعد السعر لكسر القمة يدخلكم في صفقات شراء، ثم بعد ذلك يعود السعر يكسر إلى هذه المنطقة ليحدث ليكون لدي هذا النموذج الذي اسمه ريجولار فلات. لاحظوا النموذج الأول اسمه رانين فلات والنموذج الثاني اسمه ريجولار فلات، إذا موجة دافعة ثم لدي الموجة الأولى للتصحيح، الموجة الثانية للتصحيح، ثم الموجة الثالثة للتصحيح، يعني A B C، ومن هنا في هذه الحالة يعني مستوى ربما 180 160 يعني هذه المستويات نبحث عن صعود ثم تصحيح، ومن هنا تبحث عن الاستثمار لأن هذا النموذج هذه الموجة الدافعة يجب أن تحدث في المستقبل. تلاحظون إذا التحليل الموجي والبريس أكشن بطريقة منطقية يعطيني صورة واضحة عن كل التوقعات سواء على المدى المتوسط القصير أو الطويل لأي سوق فوركس عملات رقمية، نحن نطبق على العملات الرقمية والفوركس والأسهم، ولكن أي سوق أوكي. بالتالي الآن أنا شرحت لكم كل السيناريوهات، أيهم سيتحقق يجب أن تراقبوا، أي سيناريو سيتحقق يجب أن تراقبوا حتى تروا، لكن أن هنا لدينا هذا التصحيح، هذا تصحيح، فبالتالي يجب أن تعيروا اهتماما للقمة التي هي مستوى 519 وأن تعيروا اهتماما كذلك لهذه الموجة الصاعدة إذا تم كسر تريند لاين زي التصحيح، هذا يعني ربما النزول إخوتي الكرام. إذن كما تلاحظون هذا هو تحليلي لعملات الباينانس بطريقة مفصلة، أعطيتكم كل السيناريوهات كل التوقعات لنرى أيهما سيتحقق. كما قلت أنا لا أدعوك لا للشراء ولا للبيع، فقط شاهد لاحظ أراقب، وحتى إذا أردت الدخول دخل في حسابات ديمو حسابات تجريبية إذا كانت لديك استراتيجية تريد أن تجربها، لكن غير ذلك لا أطلب منك لا الشراء ولا البيع، فقط تعلم كيف نحلل. وإذا أعجبتك هذه الطريقة وتريد اشتراك في واستغلال العرض دورتين بسعر دورة واحدة، ما عليك إلا التحدث معي مباشرة على تليجرام وهذا هو الرابط. وكما قلت لا تنسى أنك لا تشتري فقط فيديوهات، أنت تشتري متابعة يومية معي مباشرة، وهذه المتابعة لا تقدر بثمن أخي الكريم. لا تنسوا إن كنتم معجبين بهذه الطريقة أو تعجبكم فيديوهاتنا أو تستفيدون منها ولو بدرجة 0.5%، أتمنى منكم أن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم، يعني ساعدوا هذه القناة على أن تنتشر أكثر وأكثر. ولا تنسوا أن العلم يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بإخواننا في قناة العلم لا يعرف الكذب الأستاذ وسام. أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ وسام على الدورة التعليمية المفيدة جدا.
بها كم هائل جدا من المعلومات، مشروح بطريقة مبسطة وفي متناول الجميع، تمكنك حقا من تجنب الخسارة والانتقال كما يقول دائما الأستاذ وسام، الانتقال من 95% اللوزرز إلى الفائزين 5%. لذلك أحب التوجه بالشكر الجزيل للأستاذ وسام على المعلومات الهائلة جدا، وعلى التغيير الذي وقع على مستوى حتى طريقة إدارتي للمحفظة وطريقة التعامل مع السوق وقراءة الشارت ورؤية الاتجاه بشكل واضح جدا من خلال الدورتين المهمتين جدا، دورة البرايس أكشن والتحليل الموجي. دمتم في رعاية الله، وشكرا جزيلا مرة أخرى للأستاذ وسام. السلام عليكم أستاذ وسيم، هذا الفيديو شكر خاص لك بصراحة على الدورة اللي قدمتها، بارك الله فيك والله يجزيك الخير. حاب أقول لك بصراحة أنا ما عندي خبرة بالتريدينج، أنا بعمل كريبتو كرنسي وعندي الخبرة زيرو، يعني أنا بلعبها على مبدأ الحظ بصراحة. بس بعد ما حضرت فيديوهاتك بصراحة، أنا لسه ما خلصت الكورس، يعني حضرت لي 6 مقاطع فيديو، بس بعد ما حضرت الفيديوهات تبعك يعني كلامك منطقي والتحليل منطقي، واستفدت كثير والله، يعني صار الواحد عنده فكرة كيف يبدأ، يعني كيف يبلش، عرفت علي؟ يعني ما ضل شيء اسمه حظ. الله يبارك فيك وجزاك الله خير، keep it up أستاذ. السلام عليكم. السلام عليكم أخواني الكرام، إن شاء الله تكونوا بألف خير، معكم أبو تميم. صراحة اليوم أنا حاب أشارك معكم تجربتي بالدورة التدريبية، دورة تحليل الموجي تحديدا اللي أخذتها عند الأخ وسام. صراحة واحدة من أقوى الدورات وأفضل الدورات اللي بتمكنك من التداول في أي سوق، سواء كان فوركس، ستوكس، عملات رقمية إلى آخره، وتعطيك القدرة والنولج والمعلومات الكافية أنك تستطيع تدخل وتحقق مكاسب جيدة جدا مقارنة بالسعر اللي قدمه الأخ وسام. هو سعر رمزي جدا، أتوقع مبلغ يعني ليس بالكثير في قيمة الفيديوهات الموجودة وطريقة التعلم. كل الشكر للأخ وسام صراحة اللي اتاحت هاي الفرصة لي ويمكن للجميع، وأتمنى لكم التوفيق وشجع الجميع. صراحة نصيحة أخوية من شخص عانى الكثير من الخسائر في البدايات، يجب أن تحصل على النولج والمعلومات الكافية قبل التداول بهدف المحافظة على رأس مالك، واليوم هي فرصة للجميع أن يحافظوا على رأس مالهم. شكرا لكم جميعا، أتمنى لكم التوفيق، وشكرا لك أخي وسام مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.